بنتي عمرها 12 سنة تدرس في الصف الخامس تحفيظ القرآن العاشر، هي حافظة القرآن 17 جزء. كيف بدأت القصة؟ القصة احنا كنا رايحين عشان كانت تشتكي انه هي بتطلع، قالت بتطلع وخيانة وهذا، وكان عندي تطعيم لأختها الصغيرة. رحنا المستشفى واخذتهم هم ثلاثة بنات سلاب وفجة وأزمة، واخذتهم ورحنا عند الدكتورة ليفين، كشفنا على الثلاثة وطعمت الصغيرة وكشفت على الاثنين، قامت أعطت لسلابة كتبت لها محلول، قالت تاخذ هذا المحلول عند الممرضة. لما رحنا لغرفة التمريض كانت غرفة مليانة أطفال، قاموا يدونا في المبنى الثاني، المبنى الثاني فيه ممرضة ثانية. لما رحنا حصلناها كان برضه هي مزحومة عند أكثر من حالة، فأخذت سلابة وحطتها على السرير وعلقت لها المحلول على أساس إنه محلول مطهر زي البلاجيل. بس ورحت أنا أوقع إجازة مرضية من هذا أنا وأمه، رحت من المبنى للمبنى وقطعت الشارع، وجيت إلا وبنتي تفرفر فوق السرير ما في ولا حد جنبها. إيش بك يا سلابة؟ صارت تمسك كده تقوم من فوق السرير وتقعد وتجر حويتها تقول مكتومة مكتومة يا بابا مكتومة يا بابا. ذهبت الممرضة قلت لها تعالي الحقي البنت إيش عندها؟ ليش بنت داخل تمشي برجولها؟ إيش اللي صار؟ قالت لي معلش معلش هدي نفسك هدي نفسك، وارتخت جنب السرير وما أدري جابت إبرة من الإبر ودت لها هي، زادت الحالة. يا بنت حلال قلت لها البنت عمال يا بنتي كيفك؟ قالت يا بابا أنا خلاص أبغى أموت، من قال أتنفس؟ من قال أيوه من قال أتنفس يا بابا؟ من هنا شيء ما تقني. صرت أصيح أصيح وأنا شايل البنت الصغيرة وصارت أمها تصيح ومعايا البنت الثانية. ما كان ضيق كله في الطوارئ كله في طوارئ اثنين مستشفى حي الجامعة الأهلي. فراحوا اتصلوا بالتلفون جابوا دكتور بعدين جابوا دكتورة بعدين دكتور ثاني ثالث بعدين بدأوا يشتغلوا بالإبر. ندروني أنا الغرفة كانت صغيرة قالوا لي لو سمحت عند البرد أبغى أقعد مع بنتي. لا ما أنت قاعد، لا دحين حسيت كويسة مش عارف إيش. زعمت على جدها جاء جدها جاء ولدي محمد دخل جدها شافها بدأت تتحسن أخذوا إبرة أدوها إبرة بدأت تتحسن نص دقيقة زادت سوءا قالوا لازم تشيلها العناية. جابوا إسعاف المستشفى شالوه عشان نقطع السكة بس دخلت العناية. في العناية هناك بدأت تطلع شوية تطلع صار يزيد التصريح ايوه بعدين قالوا والله الضغط بدأ ينزل نعطيها إدرياتين إبرتي تربع الضغط. زعمت على عبد الله أخوي جاي يجري دخل معي العناية سألت لأنه عنده خبرة بالأدوية هذا قلت لي لا هذه في باراسيتامول. قلت له ليش ينزل ضغطها البنت يعني ما عندها لا يعني. عندها ضغط ليش ينزل الضغط؟ قال لا هذا من العلاج. بعدين قالوا النفس صار ضعيف حطوا أكسجين ما نعرف ايش بعدين صاروا يدوا إبر بعدين قالوا لو سمحت أندر. لما أنا كلمتها كان بعد دخولها العناية بحوالي 4 ساعات 3 ساعات وكانت جالسة كان وضعها الصحي الآتي كانت جالسة على السرير ليس مستلقية شيء جالسة وتتلقى العلاجات والأدوية منها وكانت تطلع حادث استفراغ تطلع كلمتني وكلمتها يعني كانت حالتها ممكن إن أنا أقولها بس هي بتقول إنه الضغط كان بينزل ساعتها وبتدي أدرينالين. قالوا أتحمل المسؤولية هم بالكامل ولا نحن الوضع عندنا سليم وهي تحت السيطرة. هذا الشيء اللي صار بيني وبين الدكتور صارت تطلع دم بعد سوء الحالة طورت خلاص ايوه جدها ودخل شافها عمال لانه جدها عنده خبرة بالأربعين سنة صيدلي صار يطالع البنت بتطلع دم يقول لي خلاص ترى مات بنتي يعني حالتها مرض ليش بتطلع دم؟ انا زدت ما عاد اقدر اشوفها يعني انا وامها ادخل واندور. بعدين بالاخير جاء دكتور ثاني من برضه تبع العناية قال شوف لو ما خرجت من الغرفة أنا هسيب البنت ولا هسوي لكم ولا شيء يا تخرجوا يا والله أنا ماشي إيوة كده وقاعد يصيح فينا تخرجوا ولا أخرج. هذه الأثناء بتدهور الحالة وصلت كانت تبدأ تتنفس الأكسجين صارت تتنفس بالتنفس الصناعي دخلوا ليات حلقة وبدأت الحالة تسوء
هو هم سنتين احنا عمرنا ما اشتكينا، هذه الاول مره في التاريخ بتاعت الاسره كلها نشتكي. بس هذا شيء مؤلم انه بنت في غايه الصحه وفي تمام الصحه والعافيه وتجي تدخل في خطر طبي بالشكل هذا. هذا احنا كمان لو ما تكلمنا يكون في اخرين ناس ثانيه، يعني نحن يعني من بابين، مو بس لو ننتقل، لا نحن لو نصحح اطفالنا يجب ان تقف المهزله. يعني ما يجيك طبيب ياخذ لك عمولة على كل واحد ويعطيك عشوائية، يجب نحن نثبت الرقم الطبي للمواطنين. هذه حالة حرجة جدا، البنت بتفوش. قال لي تنتظر حتى تسعة، قلت له يعني لو ماتت، قال لي يعني تسعة أجهزة عليها. وبعدين ما في، هو اثنين كانوا، بعدين اتصل جاء واحد دكتور ثالث، بعدين صاروا يعني الحمد لله رموا تنفس اصطناعي ضغط يعني جدا. ف المشهد ذا قدامي يعني، ايوه قدامي، حتى فاضت روحي انا، حتى فاضت روحي انا. بنتي ماتت خلاص، جيت ثاني وثالث اسوي في غيرها بغير هذا. هذا ما اعترفوا بخطاهم ولا اعترفوا ولا عندهم استعداد. يقول لك هذا شيء مكتوب عند الله. انا الحين لو عندي دكتور، كان دكتور تقول تدق عليه، وهذا يقول لك ما اقدر ادق عليه الا بعد 9 سنين. تقول البنت في حاله خطيره. قلت له ما اقول انا عندي امكانيات، قلت له حتى هليكوبتر طاير يا اخي لا انا اجيبها، ما لك ما في طبيب مناوب، مدير مناوب. حتى رحت للطبيب المناوب نزلت له انا يعني بعد صلاه الفجر، على طول صلاه الفجر نزلت ادور ما في احد، حتى واحد والكاتب حتى انا يعني ساد بين واحد اثنين معه، قلت يا اخي باب الادب أنا بتكلم معك لو سمحت، طالب وجه باب أدبا، أنا رجال كبير في السن بتكلم معك يا أخي، أديني من وقتك ثواني. وجينا عند المستشفى، يلا بنتي نزل العربية من السيارة، نزلت العربية وحطت أسمه ودقتها ومرضى القرود، راحت يوم ما يقطعوا الكشف وأنا عبال ما وقفت حصلت موقف. لا أحد يقرأ ويتلقف ويفتحوا أي مين ما كان، بس ماما وراضية عني يا أغلى أم في الدنيا، أحبك من ابنتك شلاف العمد الدقيع أحبك. حبك أكثر. طيب إيش كاتب؟ أمي إلى أمي العزيزة، أهديك هذه الرسالة بدل الهدية. إذا أمي العزيزة، أمي أحبك كثيرا أكثر من أي شيء، لا أعرف كيف أعبر عن مدى حبك وقيمتك لي يا ماما، ولا أعرف أنا أعبر لك عن مدى شكري لأنك سهرتي ولأجلي ولأجل إخوتي الذين هم من لحم دمي. أمي الحبيبة والله أقسم بالله أحبك موت، لا أعرف ماذا أقول لك كي أعبر عن حبي، لكني أتمنى أن تسامحيني على كل الأخطاء التي فعلتها، ونبدأ صفحة جديدة مليئة بسعادة، بالسعادة الدائمة إن شاء الله. أتمنى أن الله يطول أعمارنا كلها ويجمعنا بالجنة.